للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، عضو اللجنة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. بداية سيادة اللواء، بعد التحية، هجوم قوات الحوثي على إسرائيل ووصول صاروخ أطلق من اليمن بالقرب من مطار بن غوريون، برأيك هل نحن أمام مرحلة جديدة من الصراع في المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد حضرتك، دي مرحلة جديدة. القوات الحوثية من بدء اشتراكها في العمل ضد إسرائيل استخدمت بعض الصواريخ، استخدمت بعض المسيرات، لكن ما وصلتش إلى العمق الإسرائيلي. أقصى شيء وصلته إلى جنوب النقب. من جنوب النقب إلى اليمن، إلى شمال اليمن في صعدة مثلا، المسافة دي حوالي 2000 كيلومتر. لكن هو في المرة دي تجاوز النقب إلى قلب إسرائيل، إلى قرب منطقة المزدحمة اللي هي مطار بن غوريون وتل أبيب. ده يعتبر تغير نوعي، إن طرف بعيد أكثر من 2000 كيلو عن حدود الجنوبية الإسرائيلية يستطيع أن يصيب قلب إسرائيل بصاروخ مباشر. ده تغير نوعي. وفي نفس الوقت ليس في مقدور إسرائيل أن تقوم بالاعتراض. لو الكلام ده تم بشكل مكثف هيبقى عندهم مشكلة. هم لأن إسرائيل بتركز القبة الحديدية على الشمال عشان حزب الله وشمال لبنان، وعلى الجنوب، مش الجنوب، الجنوب الإسرائيلي عشان حماس. لكن جنوب إسرائيل نفسه ما زال بعيد جدا عن القبة الحديدية، وبالتالي الصاروخ اللي أطلق من اليمن عبر المسافة كلها للبحر الأحمر وخليج العقبة ومنطقة النقب الإسرائيلية، وصل المنطقة المزدحمة بالسكان. نعم، لو هم يعني عاوز يعترض مش هيبقى عنده الوقت الكافي إنه يبدأ سلسلة الاعتراض والصاروخ فوق الهدف أو على مقربة من الهدف. بناء على حضرتك ذكرته أيضا سيادة اللواء، يعني هل بتتوقع أن يكون هناك رد إسرائيلي على هذا القصف من قبل الحوثيين، وكيف سيكون شكل هذا الرد خلال الفترة القادمة؟ إسرائيل مش هترد على الحوثيين داخل اليمن، ولكن وكلائها في الولايات المتحدة وبريطانيا هم اللي متولين الرد من بدري، عشان مش عشان إسرائيل، عشان السفن الإسرائيلية أو الذاهبة إلى إسرائيل في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن. وبالتالي من يطلق سيعاقب من طرف آخر، يعاقب من الولايات المتحدة وبريطانيا. لكن بلا شك أن ده سيكلف إسرائيل أن دائرة القبة الحديدية اللي موجودة عشان حزب الله وحماس مضطرة أنها توسعها وتزقها جنوباً، لأن الصاروخ ده عشان يصل إسرائيل من هذا الاتجاه يعبر النقب من قرب ديمونة، من قرب المفاعل الذري الإسرائيلي الرئيسي، وده شكل كبير جدا وتغير خطير جدا. فهو مضطر عشان يؤمن هذه الأهداف أن يوسع دائرة الاعتراض في شمال النقب وجنوب حماس. ده يساوي قبة حديدية أكبر جديدة، يساوي الولايات المتحدة تشارك بشكل أكبر، يساوي استنزاف مادي جديد واستنزاف عسكري لإسرائيل. إسرائيل عمالة تجلب المصائب على نفسها، لأن المنطقة مش فقط ده الجهة الوحيدة المهددة. توسيع دائرة حزب الله على الشمال الإسرائيلي بيخلي كل الشمال الإسرائيلي المواجه لجنوب لبنان مهجر، المنطقة مهجرة. طب بناء على هذه المعطيات اللي حضرتك ذكرتها، أيضا أحزاب المعارضة الإسرائيلية اتهمت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالتسبب في حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن اللي بتشهدها إسرائيل. هل من وجهة نظرك الفترة القادمة ستشهد المزيد من الضغط الداخلي على نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة؟ احنا اتكلمنا مع حضرتك على الجزء العسكري، لكن لو انتقلنا للجزء السياسي نجد الاستمرار الفشل لنتنياهو مستمر. والفشل مش احنا اللي بنقوله، المعارضه بتاعته اللي بتقوله، لان هو من يوم لاخر الاهداف اللي بيتكلم عنها لا تتحقق وتجلب المزيد من المعاناه للشعب الاسرائيلي. يتكلم عن القضاء على حماس والافراج عن الرهائن حتى ولو بالقوه. لم يستطع أن يقضي على حماس، حماس قوية حتى الآن، صحيح تأذت لكن ما زالت قوية حتى الآن، ما زالت تطلق صواريخ جراد من عندهم حتى الآن وكاتيوشا. في نفس الوقت اللي أفرج عنهم سابقا
من الرهائن أفرج عنهم بالمفاوضات، لم يفرج عنهم بواسطة القوة الإسرائيلية زي ما زعم نتنياهو. وبالتالي أنا شايف إن اللي بيحصل في حماس وفي حزب الله وحاليا في اليمن من الحوثيين ما هو إلا مزيد من التراجع والتدهور الإسرائيلي السياسي. يتزعم هذا التدهور نتنياهو. نتنياهو يريد أن يحقق انتصار لا يستطيع أن يحققه، لأنه عارف أنه عندما يتوقف العمل العسكري ويتم الوصول إلى حل سياسي للأزمة سيحاكم في اليوم التالي بثلاث قضايا فساد هو معرض لهم ومعرض للعزل من وظيفته. وبالتالي هو بيلعب على عمل الوقت، لكن هذا الكلام مضر لإسرائيل قبل أن يكون مضر لأي حد. أشكرك شكرا جزيلا اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش عضو اللجنة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا على هذه المشاركة وهذه المعلومات.